تعرض موقع وكالة عمون الإخبارية الأردنية لعملية قرصنة بأمر أمني بعدما نشر بيانات لشخصيات عشائرية أردنية، وتلك طبعا الشخصيات نافذة وتنتقد أزمة الحكومة والفساد في البلاد. نتابع. تعود من حيث تنتهي، هي أزمة وسائل الإعلام الأردنية مع الرقابة الحكومية، أزمة ارتأت ذات ثوب التضييق الإعلامي، لكنها جاءت اليوم بلون جديد من ألوانه بعد حجب وتعرض موقع وكالة عمون الإخبارية للقرصنة. قرصنة قابلتها وقفة للأسرة الصحفية تطالب بالحريات الإعلامية. هناك هجوم على الشبكة، شبكة الانترنت التي تغذي وكالة عمون بالانترنت، ومن خلال هذا الهجوم تم سحب كل المعلومات على أجهزتنا من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية، ونحن هنا نشير بأصابع الاتهام للأجهزة الأمنية بأنها قامت بقرصنة وكالة عمون الإخبارية، وهذا سلوك ندينه ولن نقبله ونرفضه، ونحن الآن موجودون هنا ونستمر باعتصامنا حتى تعود عمون مرة أخرى. هو لم يحد، هو يتم تحطيمها، يتم القضاء عليها هذه الحريات بهذا السلوك الذي اتبع مع عمون، بالسلوك الذي اتبع في مدونة السلوك. أنا شخصيا عوقبت وصدر بحقي قرار إيقاف عن مزاولة المهنة. عدوى الاعتراض على حجب بعض المواقع الإلكترونية امتدت لتطال رؤساء مواقع أخرى، فحسب ما يقوله الجميع هنا إن عدوى الحجب إن صح التعبير ستطال جميع ذقون المواقع الأخرى. واضح تماما أن القرصنة جاءت من جهات أمنية، لأنه الاختراق اللي تعرض له موقع عمون الزميل يوم أمس واليوم جاء في سياق سياسي، والبصمات الأمنية واضحة تماما فيه. نحن كمان في موقع كل أردن تعرضنا إلى سياق مشابه، وتم قرصنة الموقع عدة مرات وفي سياقات سياسية مرتبطة بأخبار معينة. مطالب الحريات الإعلامية وصفت بالشرعية، فحريات يقال بأن لها سقفا حده السماء، فعن أي سماء يتحدثون؟ هذا ما جمع الإعلام في اعتصام واحد معترضين على التضييق الإعلامي مع اختلاف أساليبه. وبرجوع الموقع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، أطلق البعض على ما حدث له من قرصنة وحجب بقرصة أذن، قرصة قد تعد نذير شؤم على كافة وسائل الإعلام إن لم تمشي الحيط وتقول يا رب الستر. وغير هذا، وبحسب إعلاميين فالمواقع جميعها سيطالها من الحجب جانب. المعد العضاء الام بي سي عمان. أعادت البنوك المصرية فتح أبوابها لليوم الثاني بعد